طيب نروح نطمن على الثلاثي رامي ربيعة عمرو السولية محمد مجدي أفشة. كنا عارفين ان هم طبعا اتعرضوا لإصابة بفيروس كورونا. النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بيقول انه الثلاثي هيخضعوا لمسحة جديدة خلال 48 ساعة جايين عشان نعرف ايه اخر مستجدات حالتهم الصحية. يمكن لو حضراتكم طبعا عارفين انه غابوا عن رحلة الاهلي للنيجر لما كشفت المسحة اللي اجراها الفريق في القاهرة هنا قبل ما يسافروا عن تعرض الثلاثي للإصابة بكورونا فيروس. كابتن سيد كمان قال انه موسيماني بيخضع لمسحة هو الآخر، وعلى ضوء ده على ضوء النتيجة بيتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد أكيد طبعا في المباريات الرسمية. إن شاء الله المسحات دي تكون سلبية ويعود طبعا الرباعي بقى من جديد للنادي الأهلي.